الكرخ يعني لم يسجل على رغم الأفضلية. كرة جول جول، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الكرخ اللي ضغط منذ الدقيقة الأولى من عمر اللقاء حتى 17 أخيرا أخي الله 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 على هذه اللقطة، الله على هذه اللقطة حقيقة اللي 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 تستحق حقيقة يعني الإشادة عند اللاعب رقم 8 اللي هو حمود خليل اللي سجل الهدف. لاحظ الكرة اللي نفذت بشكل صح، لعبها بشكل رائع جدا وضربة رأس، تقدم حارس المرمى حسام مهدي وخطأ واضح دفاعي مع تقدم بعض الشيء لحارس المرمى حسام، وأول أهداف الكرخ في الدقيقة 16. إذا هدف مقابل لا شيء، وقبلة لصورة المرحوم كريم سلمان وفاء بالميناء بالقرب من منطقة الجزاء. لاحظ كرة ملعوبة الآن لصالح الميناء، عنده أريحية لتسديد جول. الله 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 يا حسين، الله الله يا حسين يونس. تسديدة ولا أروع ولا أروع في اللقطة الماضية، صاروخ من خارج منطقة الجزاء، سجل أول أهداف في المباراة. 1-1 في الدقيقة 55 أو في الدقيقة 56، هدف التعادل عن طريق حسين فلاح. لاحظ كرة ولا أروع في اللقطة هذه، تسديدة واستغل تقدم حارس المرمى محمد صالح. على كل هدف 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 التعادل، هدف التعادل لصالح فريق الميناء. عاد الميناء من جديد وعادت المباراة إلى نقطة البداية، لكن بالتعادل الإيجابي عند حسين صالح فريق الميناء. دقيقة 56، هدف التعادل. هذه فرصة. الله 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 يا الأزرق، الله الله يا الأزرق. هدف ثاني. لا 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 لا. قلب الطاولة يا جماعة. أحمد سالم، لن نختلف على من سجل الهدف يا جماعة. هذا بديل تيتا فاليرو. سجل هدف ثاني في الدقيقة 57، يعني للتو ذكرنا هدف في الدقيقة 56، وأنا ذكرت أنه الكرخ كان يضغط على حامل الكرة أين محل، لكن هنا أين الضغط على حامل الكرة؟ هذه وحدة. وأين الضغط على حامل الكرة عندما سجل حسين هدف التعادل؟ على كل نلاحظ هنا كرة سالم أحمد، هدف ثاني. 2 الميناء مقابل هدف. يلعب كرة، هذه فرصة لصالح الكرخ، يلعب أرضية، هدف. الله 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 يا الكرخ، الله الله يا الكرخ. عودة قد تكون موفقة للكرخ عن طريق اللاعب رقم 4 مناف يونس. لا 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 لا، البدلاء عاملين شغل يا جماعة، البدلاء عاملين شغل يا جماعة. وهذه قبلة لمن للكاميرا اكيد، اللي المباراة اللي تأتيكم من خلف قناتي آسيا وبلادي. لاحظ الكرة والبديل الناجح، استطيع ان اقول مناف يونس. لاحظ يعني عدم الضغط على عامل الكرة والتمركز بهذا الشكل، وسجل بطريقة اكثر من رائعة، اللي هو مناف يونس. وضعها صح على يمين حارس المرمى اللي تفاجأ فيه حسام مهدي، وهدف التعادل. وبالتالي عاد الكرخ والكرة هذه